قول لي بقى ليه الزمالك ما بيتفاوضش اصلا مع لاعبين؟ انت قفلتني اصلا من الاول، لسه انا فاكرك بقى قلت يا عمرو جاب الله يا جماعه هيجي لنا ب 12 لعيب الزمالك بيتعامل معاه. طب ما انا ممكن اقول لك النهارده ان الزمالك هيجيب اشرف بن شرقي. صح، سهله. اه اللي هو بخل. لا مش سهله. امال لو بجد ولا بكده وكده؟ لا انا بتكلم جد. اه لا خش، تعال نتكلم في الجد. يلا. النهارده في خناقه. النهارده اليوم اللي احنا فيه ده اول خناقه للزمالك. حلو. ايه الخناقه اللي هتحصل؟ الزمالك هيروح النهارده اتحاد الكوره عشان يقيد لعيبته الجديده. حلو. انت طبعا عارف ان القيد موقوف. مظبوط. ولكن هناك لاعبين موجودين عائدين من الاعاره زي يوسف اوباما، محمود علاء، احمد عيد، حمدي علاء، بالاضافه الى احمد ايمن منصور. حلو. هتقول لي الزمالك كده موقوف؟ هقول لك ما اللعيبه دي على قائمته، هو مهما كان واخد ترانسفير بان قبل كده، ايمن حفني كان عقد خلص والزمالك واخد ايقاف للقيد وقدر يجدد عقده ويقيده. صح. فايقاف القيد مش هيمنع الزمالك ان هو يقيد لاعبته. مظبوط. اللاعب الوحيد اللي عنده مشكله هو احمد ايمن منصور. صحيح. بالتالي لو الزمالك ليه بقى عنده مشكله؟ لان احمد ايمن منصور مش على قائمه الزمالك. احمد ايمن منصور خرج الى طلائع الجيش بعقد طبيعي مع نادي الطلائع، ويبدا عقده مع نادي الزمالك بدايه الموسم الجديد. فهمت، ما كانتش اعاره. احمد ملوش عقد اصلا السنه دي في الزمالك. مش ماضي عقد. هو لعيب في طلائع الجيش لمده موسم. عقده يبتدي امتى؟ يبدا مع الزمالك من الموسم اللي جاي. فبالتالي كل اللاعبين العائدين زي محمود علاء، يوسف اوباما، احمد عيد، حمدي علاء، الزمالك في مندوب او مسؤول هيكون موجود اليوم الخميس، لان الساعه 12 موجود في اتحاد الكره المصري من اجل قيد هؤلاء اللاعبين. هنشوف بقى موضوع ان الزمالك هيجدول رسومه. مفروض ان اموال نادي الزمالك في اتفاقيه مع اتحاد الكره مبرمه ان هي تدخل حساب الاتحاد، ومن حساب الاتحاد يتم خصم بعض الرسوم من اموال الزمالك بقى اللي بتيجي من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي ومن كل الجهات. فبالتالي الزمالك هيروح النهارده عشان يقيد اللعيبه، الاتحاد هيقول له تعالى انت عليك فلوس، احنا متفقين ان انت تدفع 15 مليون في كل موسم كذا. يجي الزمالك هيقول له طب انا عندي البطوله العربيه والفرقه اصلا مسافره من غير قوام اساسي، طب انا عايز الحق عشان اللعيبه تشارك هناك، ومفروض الاتحاد العربي قال ان هم يبقوا الاتحاد الوطني عنده اعتراف بيهم موجودين في القائمه، الزمالك سجل اللعيبه دي في قائمته. فالحدوته دي يا كريم نهايتها او بدايتها ونهايتها هتتم النهارده. هنشوف ان في مسؤول من نادي الزمالك هيتوجه اليوم لاتحاد الكره من اجل قيد هؤلاء اللاعبين. زي ما بقول لك الوحيد اللي عنده مشكله احمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور. حلو. ايه اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي بس انت رميت لي الجمله كده وجريت. طيب رشيد اخو اشرف بن شرقي موجود في القاهره. حلو. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. حلو. الاهلي كان حصل تواصل مع اشرف بن شرقي من خلال شقيقه. الموضوع ان الاهلي بيشوف اموره، انا محتاج اشرف اصلا ولا مش محتاجه؟ طب ما نشوف اصلا هو محتاج ياخد كام كراتب سنوي. طب الراتب السنوي بالنسبه للميزانيه اللي محددها الاهلي لتدعيم في صفوف الاجانب تستوعب بعد شراء امام عاشور ب 3 مليون ورضا سليم باكثر من 2 مليون وراتب رضا سليم انت عارف بالدولار. فبالتالي وعلي معلول موجود وبيرسي موجود وعلي ديانج موجود، فاللعيبه بتاخد مرتبها بالدولار. هل الميزانيه اللي موضوع الفريق الكره ينفع ادخل اشرف معاهم وادي له مرتبه بالدولار؟ طب مارسيل كولر اصلا محتاجه؟ مارسيل كولر بيعتمد على المنظومه اللي هي الجماعيه، فبالتالي مش عايز النجم يجي يلعب فردي من الاخر. فبالتالي هنا الاهلي بيحسبها حسابات، هو هيبقى مفيد للفرقه ولا لا. في نفس الوقت اقول لك بس انا اسف للمقاطعه، كمعلومات عندي انه لا كولر معجب باشرف بن شرقي، ما عندوش مشكله ان اشرف بن شرقي يخش، بس انا معاك انه هل النادي الاهلي هيدخل اشرف بن شرقي الفرقه بعد ما جاب رضا سليم كمان ولا لا؟ اعتقد هيبقى صعب. بس مش قوي لان مش حصل قوي. جلسه وحصل تفاوض وبيراميدز حصل تفاوض وحصل تواصل وشقيق اللاعب وصل القاهره على اساس ان تم التواصل، يعني ان هو لازم يبقى موجود عشان يحصل تفاوض، وموجود والتفاوض قائم. ولكن لو الاهلي خرج من الصفقه وبيراميدز خرج من الصفقه، لان بيراميدز رايح يتفق مع فيوتشر على 3 4 لعيبه، عمر كمال عبد واحد ومحمد رضا بوب ومهند لاشين ومحمود مرعي، على الاقل عايز يخلص في 3 منهم مع تفعيل بند شراء مصطفى فتحي ووجود رمضان وعبد الله والكارتي وبلاتري، فبيراميدز ممكن يخرج من صفقه اشرف. زي ما حضرتك قلت الاهلي كمان بعد رضا سليم وامام عاشور والتفكير في ضم مهاجم ممكن يخرج من صفقه اشرف. كده اشرف باقي له مين في مصر؟ زمالك. فبالتالي هي الصفقه اللي ممكن تتعمل تنقذ موسم الزمالك. الزمالك اتحرك ولا ما اتحركش؟ الزمالك حتى اللحظه اللي احنا موجودين فيها هنا ما اتحركش. ليه ما اتحركش؟ لان المبلغ المطلوب من الزمالك
لتسجيل اللاعبين الجدد اللي هي الصفقات بقى الجديده 1.8 مليون دولار اللي هي مستحقات لشبونه واشيمبونج. هتقول لي المبلغ ده توفر؟ هقول لك الزمالك بصدد توفيره خلال اسبوعين ثلاثه، فلسه بيجمع المبلغ، فبالتالي ما ينفعش يروح يتحرك حالا في صفقه جديده وهو مش ضامن اصلا ان هو هيأيتها، والزمالك ممكن يضطر في اي لحظه انه يخرج احمد ايمن منصور تاني اعاره. فبالتالي مش هيروح يتحرك في اشرف اللي بيتكلم في 2 مليون و2 مليون وشويه، وهو لسه مش ضامن انه هيأيت صفقاته الجديده. فلما تيجي تقول لي الزمالك مهتم بمين؟ لا، اقول لك الزمالك مضى مع مين، بس هل هيبقوا موجودين ولا لا؟ حلو، هجيلك فيها بقى. تمام، هجيلك فيها دي بعد شويه.